صباح الخير خوتي وخواتاتي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير صحه مزيان. كنتمنى يا ربي تكون احوالكم على خير وبخير. معكم اختكم شاديه، صباح جديد ويوميه جديده. دابا يلا هنط وغادي نخرج المخبزه باش نجيب باش نفطروا، حيت ما صباح عندي والو في الدار، داكشي علاش. وكنتمنى احوالكم تكون على خير وبخير يا ربي. وهنا انا خرجت غادا المخبزه، وهذه هي الحومه ديالي في كنسكن. انتم كتشوفوا كيفاش دايره، الحي سميتو نصر الله. وانا غادا نجيب الخبز دابا. وبغيت نعرفكم على الحومه اللي كنسكن فيها، داكشي علاش راني صورت لكم باش تشوفوا الحي اللي ساكنه فيه كيفاش داير. هذا نصر الله في برشيد، انا ساكنه في برشيد. ودابا هاني راجعه للدار، انتم كتشوفوا كنصور لكم حتى فين كنسكن بالضبط. انا راجعه دابا للدار وكنصور لكم معايا. دابا انا وصلت لباب الدار، هنا بالضبط داري. انا دابا غادي ندخل الدار. انا دابا دخلت باش نوجد الفطور، انا عمرت القهوه ودرت الحليب حتى هو في كسرونه، وغادي نشعل عليهم دابا البوطه وغادي باش ندوز نوجد اللي بقى. دابا غادي نجبد الطبيصلات باش نحط الفطور. وهنا انتم كتشوفوا حطيت الخبز وحطيت هاد الحريشات، جبتهم معايا حتى هما من المخبزه. وانا كنوجد باش ندير الطبله ديال الفطور. وهنا انا وجدت الطبيله ديالي ديال الفطور باش غادي نقيسو نفطرو، وموراها باش غادي نوض نخمل. هاني بديت تخمل دابا. اليوم خصصتو غير الشقة غير السياق، حيت الدار عندي تغبرات شي شويه، لانه راكم كتعرفوا برشيد فيه الغبره بزاف. واخا كنسدو السراجم، واخا كنديرو الريدو، واخا كل شيء خاصنا نهار نسيقو نهار لا، ما عمرنا ما قعدنا بلا تسيق، ضروري تسيق، لانه برشيد كيدخل الغبره بزاف. هاد القضيه ما عرفتهاش مناش. ودابا انا نط باش يلاه نهز الدار ونخمل. نتوما كتشوفوا يلا صيد الصالون باش غادي نبدا تسيق.
ودابا هنا هاني سيقت الصالون ونشفتو ورديت له الطبيلات ديالو قديتو، وغادي ندوز لبيت الماكله. هانا دزت دابا لبيت الماكله حتى هو، ضربت له تسييقه وحكه مزيان، وخرجت الماء على البانكو حيت عندي فيه البانكو حتى هو. ودابا انا ساليت السياق ديال الدار وغادي ندوز للغدا، بقاو معايا في بارتي دو.